فريق الاتحاد السعودي وصل فريق الشباب السعودي، ولكن هنا ينتهي اللقاء. انا شايف فيها اهداف كثيره بصراحه، شايف فيها 2-1 3-1 2-2 لمين؟ للتعادل. سيسجلون، ولكن هنا الجمهور بالتأكيد يسجلون. هذه أولى الدوري آخرها كانت بالتأكيد بالنسبة للفريق في 2019، آخر بطل دوري بالنسبة لها. تيفو مع هذا السحر، مع هذه الصور، مع هذه اللافتات، مع هذا التيفو، الله على هذه الأجواء. انظر إلى الملعب من الأعلى، إلى الصورة، إلى الدربي، إلى هذه اللوحة التي يرسمها جمهور الرجاء، التي يرسمها القطب، تكون جزءا. انظر كيف يرد الوداديون، هنا وداد الأمة بتيفو يرد الرسالة، هناك الرسالة ترد هنا، هكذا اللافتات، هكذا السحر ما تشاهده هنا أكبر بكثير من مسألة كرة قدم. ارتباط، انتماء، ولاء، عشق، محبة. تخيل الضغط، لكن التشكيلات هناك لا تنتهي، لكن اللافت عن المدرب. لكن شوف الآن، شوف المنظر، شوف المنظر الآن، شوف الكاميرات، الكاميرات التي تحاول أن رجعت أكثر من أرضية الملعب. الجماهير تثبت بأنها قادرة على أن تسرق كل الأضواء من أي نجم في أرضية الملعب، من أي تاريخ، من أي فريق. تشعر في تاريخ لقاءات الفريقين، الرجاء يتفوق تاريخيا ب 42 انتصار، الوداد 35 انتصار، لكن اليوم انتصار ثمين، انتصار غالي الثمن. الحكم ماذا يقول؟ ركلة جزاء، فرحة ودادية كبرى. الآن احتجاج بالنسبة لفريق الرجاء، انظر الآن هذا الاحتجاج، فرصة التقدم، فرصة الهدف الأول. شوف الكرة، كانت فرصة أولى عن طريق الحداد، وشوف اللقطة الماضية وركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة. هذا التدخل، التدخل كان قوي في اللقطة الماضية، وحكم المباراة يحتسب لإسماعيل الحداد ركلة جزاء. الصاروخ، من سجل هدفا في المباراة الماضية يصنع فرصة هدف في المباراة الإياب. جماهير الوداد تريد أن تحتفل، تستعد لذلك. انظر إلى المنظر، إلى المشهد، نشاهد الآن الجماهير مدرج الفورميشن، نشاهد الانتظار لركلة الجزاء. شايف الدعوات، الأيادي على القلوب. الديربي قد يبدأ بخط أحمر الآن. الوينرز في لقطة للتقدم بالضربة الأولى من ركلة الجزاء، من علامة الجزاء. نشاهد ونتابع، يتقدم. يا رب، للدار البيضاء خط أحمر اسمه الوداد، للدار البيضاء خط أحمر اسمه الوداد. الديربي يشير إلى الفورميجام، للمدينة القديمة، للون الأحمر. يا نهيري، محمد نهيري في اللقطة الماضية على طريقة بانينكا، انظر إلى كرة الملعقة. يا سلام، يا سلام على ركلة الجزاء، على الهدوء في أجواء ديربي، في ضغوطات ديربي تتلاعب بهذا الشكل. أي قلب وأي برودة أعصاب، وأي كرة استقرت، وأي محمد نهيري. 1-0 يتقدم الجزيرة والإسماعيلي، مولودية الجزائر والقوة الجوية. الكرة بتصل الآن في مكان، الله على المرور، الله على متولي. سقوط ركلة جزاء، ركلة بركلة، والبادئ أحمر، والبادي أحمر. جمال السلامي فرجت يا جمال، حتى الآن ركلة جزاء بعد مرور اختراق محسن متولي. ضغط الرجاء طوال
شوط المباراة الأولي بحثا عن العودة ولم ينجح، استمر في الضغط طوال الشوط الثاني الآن حتى وصل إلى ركلة الجزاء. شوف اللقطة، شوف اللقطة، الاشتراك مع المدافع شيخ كومارا وسقوط في منطقة الجزاء، احتجاج حارس المرمى نجم الشوط الأول التقناوتي. هنا نشاهد الآن باتمان، هنا نشاهد الآن اللقطة، الصورة، هنا نشاهد بالتأكيد المدرجات، فرصة للنسور الخضر، فرصة للعودة من جديد، فرصة لتسجيل التعادل لمصلحة فريق الرجاء. نشاهد العودة، هل يعودون؟ بيرسل الكرة يا رب، الدربي يعودون إلى مدرج المقانة، يعودون إلى درب السلطان، يعود إلى مقهى بويا صالح، إلى رجاء الشعب، إلى النسور الخضر. رجاء الشعب لا يرد، لا يرد، من أجل رجاء الشعب يسجلون، يعدلون 1-1. محسن متولي، فرحة كبيرة، فرحة كبيرة، جمال السلامي احتفالية بهذا الهدف، التعادل يأتي، محسن متولي يصنع أولا يسجل ثانيا، كركات، كركات رجاوي، انظر احترقت الآن، هكذا يقولون بركان الآن. شوف اللقطة، ركلة بركلة، 1-1، 1-1، والبركان ينفجر، الرجاء وجمال السلامي يتنفسون الصعداء، 1-1. المباراة عن طريق نهيري، التفوهات تستمر، ويا يا له من دربي، انظر إلى المشهد، انظر إلى اللقطة، انظر إلى الصورة، زلزال، أمواج، بركان، سميها ما شئت، كركات، الآن انفجار، تنظيم، تقسيم، هندسة، رسمة، الله، ولا هنا لقطة من الأعلى، لقطة لشايف بالتأكيد، أيمن الحسوني لاعب خط الوسط يشارك الآن، انظر إلى كركات وداد الآن في الجانب الآخر، شايف هذه اللقطة، وشايف هنا البركان الذي ينفجر، شوف المنظر، شوف اللقطة، هذه للمشجعين، للجماهير، لمن يعتقدون بأنهم يحبون ويعشقون أنديتهم، انظروا كيف تفعل، انظروا كيف يكون التأثير يا رب، ضربة رأس تعيد رأس الوجادين مرة أخرى للارتفاع من جديد، هدف سجل المدرب، سجل المدرب، دخل أيمن الحسوني لمثل هذه النقطة، لمثل هذا الموعد، لمثل هذا الدربي، لمثل هذه الليلة، هل شارك من أجل هذه الرأس؟ الله على كرة راسية، يا ودادي، يا ودادي، ودادي، كانتاري، كانتاري كما يرددون، الرقم 20، الراسية تأتي، بركان في المدرج وبركان في الفريق، المدرب دوران أدخله لكي يدخلها، أدخله لكي يدخلها في شباك مرمى الرجاء، الوداد يتقدم، هدف يستحق الإنذار، ولا يهم، والنتيجة أصبحت 2-1. شوف الفرحة، شوف الفرحة، اشعلوها، اشعلوها، لكن دربي للذكرى، دربي للذكرى، رسائل الدربي المستمرة، يا الله كيف الألتراس هنا والألتراس هناك، الوينرز هنا والألتراس الرجاء، ولكن شوف الوينرز، شوف الوينرز، شوف الوينرز، شوف الوينرز، شوف المنتصرون، شوف المنتصرون، إنهم بهذا المسمى، إنهم بهذا اللقب، إنهم بهذا الاسم، الوينرز ليس لقبا فقط، ليس لقبا فقط، إنه الوداد، إنه الوداد للدار البيضاء، خط أحمر، اسمه الوداد، اسمه الوداد بالتأكيد، ملعب يا لها من لحظة، شوف اللمسة، شوف الهفوة، السرعة، المهاجم الهداف في القناص لعبها، القدم اليسرى، نظرة واحدة تكفي، لعبة واحدة تكفي، الوينرز ليس لقبا فقط، في بابا تونتي يطلب الكرة، الكرة من أيوب الكعبي، أيوب الكعبي الكرة مع عرضية ممكنة، الكرة تعود من جديد، وصلت إلى أيمن الحسوني، الله، الله يا رب، الوداد إلى الدور القادم،
إلى الدور القادم بهدف بديع. نعم نستطيع الوداد بصوت عالي، نعم نستطيع بهدف بديع، بهدف بديع. أوك الله على أربعة، أربعة ثقيلة جدا، أكبر انتصار في تاريخ الوداد، في تاريخ في الدربي. لم يسبق أن تجاوزوا ثلاثة أهداف مع بديع، تجاوزوها. ماذا فعل الوداد اليوم؟ انظر إلى التمريرة الساحرة، يا رباه يا الحسوني، أي بديل قلب الطاولة، أي ورقة كانت رابحة غيرت كل شيء، سجل هدفا وساهم في صناعة البقية. يا حسوني كيف تبقيه يا زوران في الدكة؟ هذا أساسي، هذا أساسي. ما تضيع، ما تضيع. 4-1، الكرة بتتبرر، بينية للرجاء، بينية للرجاء، بينية للرجاء. ما زال الرجاء، ما زالت الفرصة، ما زالوا في الملعب، ما زالت عن طريق البديل الآن، عن طريق البديل الآن. 4-2، لم يخرجوا، لم يخرجوا، ما زالوا في أرضية الملعب. يا الله يا جمال السلامي، باقي ربع ساعة والمطلوب هدفين، والهدفين من الممكن وصولهم. شوف التمريرة البينية، شوف من بديل إلى بديل. أنس جبرون، أنس جبرون في اللقطة الماضية، أنس جبرون، وبالتأكيد أحداد الآن، أحداد، أحداد البديل اللي سجل، أحداد بالتأكيد يسجل الرجاء لتعود الأمور. رائع جدا في الأوقات التي مرت في 85، أوه أوه التي لا توصف حقيقة. أجواء تجبرك خلاص أنك تصبح جزء منها، ما تنتهي المباراة إلا وأنت تختار. يشجع حتى الأوقات الأخيرة، يعني يعرف صعوبة الموقف، يعرف صعوبة الوضع. الكرة بتتحول في الجهة اليمنى باتجاه عبد الرحيم، يرسل الكرة فيها تحرك من أحداد، يحاول فيها مطالبة بركلة جزاء. إنه الجنون بعينه، إنها قمة الجنون، قمة الجنون. من كان يعتقد بأنها انتهت، عليه، عليه بالتأكيد أن يراجع حساباته، وأنا أولهم، وأنا أولهم. ركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة. هذه اللقطة شيخ كمارة أشار إلى لمسة اليد وركلة جزاء في الدقائق الأخيرة. الرجاء يريد أن يعود من بعيد، يريد أن يسجل ريمونتادا تاريخية تبقى في ذاكرة هذا الديربي. يريد كمباك عالمي حقيقة في ديربي بلا شك من الديربيات العالمية. هل ينجحون؟ جننوني المغاربة، كان احمق، كان هبل. الآن 4-2، ممكن تصير 4-3، وممكن تروح 4-4. شوف الدعوات، شوف القلوب، شوف الأعصاب، أي قلوب يشاهدون فيها هذا اللقاء. وما تبقى يا متولي، وما تبقى يا متولي. المباراة لم تنتهي بعد، لم تنتهي بعد. 4-2، محسن متولي شايفنا يحاول أن يحافظ على هدوءه، والإشارة تأتي والنظرات تأتي، ومحسن متولي للرجاء يأتي، للرجاء يأتي. يا رب، يا الله، يا أخي مستحيل هذا اللي نشوفه. شوف اللقطة، شوف التثبيت، شوف الهدوء، شوف ركلة الجزاء، شوف 4-3، شوف ديربي للتاريخ، شوف الريمونتادا التي قد تأتي. أنا أعلنت بعد يا أيوب، هل أضعت تأهلا بالنسبة للوداد؟ هل يكون العقاب سريعا؟ أي كرة، أي لقطة تلعب بالأعصاب. لاعب الوداد طيح على أرضية الملعب، وأنس جبرون يتقدم، لا يريد أن يسقط الرجاء، لا يريد أن يسقط الرجاء. هنا الجمهور، هنا المتابعة، هنا اللقطة، هنا الكرة الثابتة، هنا آخر دقيقتين. مشاهدينا، متابعينا، الكل يتابع الآن على أعصابه. الديربي بعد أن وصل إلى 4-1 أصبح 4-3، يقدم نفسه هذا الديربي ربما كما لم يقدم نفسه من قبل. ديربي 7 أهداف، ديربي 7 نجوم، ديربي مركب محمد الخامس، ديربي واجهة المغرب المشعة الكبرى، ديربي
وداد الأمة، ديربي رجاء الشعب، ديربي الليلة التاريخية الكبرى. اللقطة هل تكون الأخيرة؟ دقيقة ونصف، محسن متولي بكرة ثابتة، سيحاولون سيتمت الليلة التاريخية الكبرى. اللقطة هل تكون الأخيرة؟ دقيقة ونصف، محسن متولي بكرة ثابتة، سيحاولون ديربي الليلة التاريخية الكبرى. اللقطة هل تكون الأخيرة؟ دقيقة ونصف، محسن متولي بكرة ثابتة، سيحاولون ديربي الليلة التاريخية الكبرى. اللقطة هل تكون الأخيرة؟ دقيقة ونصف، محسن متولي بكرة ثابتة، سيحاولون تمسكون بكل الأمال. كرة عرضية رأسية، مستحيل مستحيل، لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير، تقرأ السطر الأخير.